ناس شاه برلمانية بريطانية أثارت مؤخرا موضوع السخرية من الإسلام والنبي محمد في البرلمان البريطاني خلال جلسة التأمت أساسا لمناقشة مشروع قانون جديد ينص على تشديد العقوبات على المعتدين على تماثيل الرموز الوطنية البريطانية بالسجن 10 سنوات. وجاء اقتراح هذا القانون على خلفية تعرض عدد من تماثيل ملوك سابقين ومشاهير للتخريب والتحطيم في عدة مدن بريطانية. نتابع المزيد. لوقع كلمات البرلمانية البريطانية ناز شاه ضجة في قاعة مجلس العموم البريطاني. النائبة عن حزب العمال ووزيرة الاندماج في حكومة الظل طالبت بوضع النبي محمد ضمن خانة الإساءة للرموز. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس العموم لقانون جديد يشدد العقوبات على من يعتدي على تماثيل الرموز الوطنية. لماذا يعاقب الشخص بعقوبة أكبر بكثير لمهاجمته تمثالا حجريا أو حديديا مقارنة بإتلاف جدار حجري أو بوابة حديدية، خصوصا أنهما متطابقان في الخواص المادية وهي جماد لا يمكن أن تصاب أو تتأذى مشاعرها؟ أسأل ببساطة، لماذا؟ الجدل بدأ العام الماضي حينما تحصنت مثال رئيس وزراء البلاد الأسبق وينستون تشرشل داخل هذا الصندوق في أوج مظاهرات حياة السود مهمة ضد الإقصاء والعنصرية. النائبة تؤيد مشروع القانون لكنها ترغب في توسيع مجالاته. عندما يقوم المتعصبون والعنصريون بتشويه النبي أو الإساءة إليه مثل ما يقوم البعض بتشويه وينستون تشرشل في بريطانيا، فإن الأذى الذي يلحق بقلوبنا لا يطاق، لأنه بالنسبة لملياري مسلم هو القائد الذي نحتفي به في قلوبنا ويشكل أساس هويتنا ووجودنا. المقترح يأتي في سياق جدل متزايد في بريطانيا بعد عرض معلم رسوما كرتونية للنبي محمد على التلاميذ، مما أدى لاحتجاج أولياء الأمور لتعتذر بعدها المدرسة، لكن الجدل لم يغلق حتى الآن.